بيان سور حاضرين وعارفين على شنو قادمين. ان شاء الله كيما قلت لك نعملوا اللي علينا الساعه في ماتش غدوه وان شاء الله نسمعوا اخبار باهي من مازن ان شاء الله وقسنطين. الحاجه الباهي لازم غدوه نهبطوا معناها كونسنتري على الماتش نتاعنا، نهبطوا باش نقدموا اللي علينا حتى جمهورنا كي رانا باش نلعبوا معناتها يحس اللي ما بخلناش، يحس اللي قاعدين نقدموا في مردود باهي. ان شاء الله نفرحوه وان شاء الله الناس كل نستناو ريزلتا باهي من مازن باش نضغطوا من اول دقيقه لاخر دقيقه باش نحاولوا نخدموا اللي علينا، باش نحاولوا نماركيو الماكسيموم، وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله نماركيو اكثر اهداف ان شاء الله.